الابتدائي، اهلا ومرحبا بيكم ولقاء جديد معاكم في برنامجكم المحبوب مدرسة اونلاين. سعدنا بيكم في الحلقات السابقة، وان شاء الله النهاردة معادنا مع لقاء جديد ومراجعة جديدة لتلاميذ الصف السادس الابتدائي في مادة الرياضيات. يا رب تنال اعجابكم ويا رب تفهموها، وان شاء الله تكون حلقة جميلة باذن الله. ولادي حبايبي، زي ما تعودنا في الحلقات السابقة في كل حلقات برنامجكم مدرسة أونلاين مادة الرياضيات، لازم كلنا نكون محضرين الأدوات بتاعتنا اللي احنا إن شاء الله هنسجل فيها كل الأسئلة اللي بتيجي معانا في حلقة اليوم. يعني إيه؟ أنا دلوقتي معايا الكشكول بتاعي أو الكراسة أو السكتش اللي بسجل فيه أو الأوراق اللي بسجل فيها كل الأسئلة اللي بتيجي معانا النهاردة، وقلمي وسجلي ده بسجل فيه كل حاجة، وإن شاء الله أقوم راجعها بعد الحلقة على طول مباشرة، وإن شاء الله تنال إعجابكم بإذن الله. الرياضيات مادة تفاعلية، أي سؤال واقف قدامكم. طبعا بنقرأ كل التعليقات على اليوتيوب على البرنامج بتاعنا، وربنا يوفقكم جميعا بإذن الله. تعال نشوف أول سؤال مع بعض بيقول إيه. يلا نقرأ مع بعض. مكعب من المعدن طول حرفه، مكعب من المعدن طول حرفه 12 سنتيمتر، تمام، يراد صهره. يبقى اولا ده مكعب، تعرف يعني المكعب هنتكلم عليه دلوقتي. يراد صهره وتحويله الى سبائك صغيرة، كل سبيكة على شكل متوازي المستطيلات، تعرف يعني متوازي المستطيلات هنتكلم عليه برضو دلوقتي. أبعاده 3 4 6، احسب عدد السبائك التي يتم الحصول عليها. أعرف عن المكعب، تعرف عن المكعب؟ أعرف عن المكعب إن هو مجسم هندسي له شكل هندسي، مجسم له شكل هندسي، له 12 حرف جميعها متساوية. طيب، وله 8 رؤوس وله 6 أوجه على شكل مربعات. يبقى أنا لما أقول لك طول حرف 12 يبقى معناه إن كل الأحرف متساوية وكل حرف فيها بيساوي 12. ده مين ده؟ ده حرف الإيه؟ المكعب. طيب لما أجي أقول لك تعرف إيه عن متوازي المستطيلات؟ أقول لك أعرف إن هو مجسم هندسي له 6 أوجه جامعة على شكل مستطيلات وله 8 رؤوس وله 12 حرف. تمام، بس الأحرف بتاعته مش متساوية. تمام، ليه طول وليه عرض وليه ارتفاع، أبعاده مش متساوية. لما اجي اقول لك احسب عدد السبائك، اول حاجه حبايبي لازم نجيب حجم المكعب الكبير اللي انت هتقطعه او هتعمل له عمليه صهر او هتعمل له عمليه اعاده يعني تشكيل وهتحوله. فتعمل ايه؟ اجيب حجم المكعب الكبير. يبقى لما اجي ابدا اجيب حجم المكعب الكبير هقول له حجم المكعب بيساوي طول الحرف في طول الحرف في طول الحرف. يبقى اول حاجة نقول له حجم المكعب الكبير، ها اعمل ايه حبايبي؟ هقول له طول الحرف في طول الحرف في طول الحرف. يبقى هضرب 12 في 12 في 12، 12 في 12 في 12 تديني ها 1728 سنتيمتر مكعب. يبقى لما حبينا نراجع عرفنا مكعب، عارفين خواصه، عارفين عدد احرفه، عارفين اوجهه على شكل مربعات، عارفين ليه 12 حرف متساوية، عارفين حجمه الحرف في الحرف في الحرف، وضربت الحرف في نفسه 3 مرات اداني 1728 سنتيمتر مكعب. ده مين؟ ده حجم المكعب الكبير اللي انت عايز تعمل له عملية الصقر. تمام، بعد كده نجيب حجم السبيكة الصغيرة اللي هي على شكل متوازي المستطيلات، ابعادها 3 و4 و6. يبقى نجيب حجم السبيكه الصغيره، حجم متوازي المستطيلات بيساوي ايه؟ ها الطول في العرض في الارتفاع او حاصل ضرب الابعاد الثلاثه اللي هو مدهم لي، اللي هي الثلاثه والاربعه والسته. اضرب الثلاث ابعاد في بعض يديك ده حجم الايه؟ السبيكه الصغيره. يبقى هقول له بتساوي 3 في 4 ب 12 و 12 في 6 ب 72 سنتيمتر مكعب. تمام، مستر ابراهيم انت جبت لنا حجم المكعب الكبير وجبت لنا حجم السبيكة الصغيرة، طيب ازاي اقدر اعرف عدد السبائك؟ اللي عايز يعرف عدد السبائك يقسم الحجمين على بعض.
يعني هقسم الحجمين على بعض، هقسم الحجم الكبير اللي هو بتاع المكعب الكبير على حجم السبيكة الصغيرة يطلع لك عدد السبائك. يبقى لما اجي اقول لك عدد السبائك هتقول لي بيساوي 1728 لو حجم المكعب الكبير على حجم السبيكة الصغيرة اللي هو 72، اقسمهم على بعض الناتج هيطلع لي 24 سبيكة. تمام، قيس على كده كل الأسئلة اللي من النوع ده. مثلا يجي يقول لك كرتونة على شكل متوازي مستطيلات ويديك أبعادها، ويديك قطعة صابون يقول لك على شكل مكعب ويديك طول حرفه، احسب عدد قطع الصابون اللازمة لملء هذا الصندوق. نفس المسألة ونفس طريقة الحل، هتجيب حجم الصندوق الكبير وتجيب حجم الصابونة أو قطعة الصابون أيا كان شكلها، وتقسم الحجمين على بعض يطلع لك عدد قطع الصابون أو عدد السبائك. يبقى نفس القصة ونفس الفكرة. يبقى شفنا مسألة واحدة ضمت حجم متوازن المستطيلات، ضمت حجم المكعب، عرفنا عدد السبائك، عرفنا خواص متوازن المستطيلات، عرفنا خواص المكعب. كل ده حاجات لازم انت حبايبي تكونوا فاهمينها وتكونوا عارفينها كويس جدا. تعالوا مع بعض نشوف سؤال تاني بيقول ايه معايا. يلا مع بعض نركز. الله جميلة، سؤال تاني بيقول ايه بقى. بص معايا كده، اشترك اثنان في تجارة، اتنين صحاب دخلوا تجارة، دفع الاول 5000 جنيه ودفع التاني 8000 جنيه، هما ما دفعوش زي بعض. طب ده معناه يا مستر؟ ممكن واحد يرد يقول لك طب هو ينفع الاتنين كده يتاجروا وهما مش دافعين زي بعض؟ لا طبعا ينفع، بس في حاجة، لو المشروع كسب ما ياخدوش الاتنين المكسب بالتساوي، ولو خسر ما يتقسمش الاتنين الخسارة عليهم بالتساوي. امال اعمل ايه؟ تقسم بالنسب او بالتقسيم التناسبي. طيب دفع التاني 8000 جنيه وفي نهاية العام بلغ صافي الربح، بلغ صافي المكسب 3900 جنيه، احسب نصيب كل منهما في المكسب. تمام، الاول دفع 5000 والتاني دفع 8000. قبل اي حاجة لازم نجيب النسبة ما بينهم. يعني ايه يا مستر ابراهيم النسبة ما بينهم؟ لازم نطلع النسبة ما بينهم. النسبة ما بينهم في ابسط صورة هنقول له 5000 الى 8000، هيطلع لك النسبة بينهم في ابسط صورة، هتطلع النسبة بينهما في ابسط صورة. طيب النسبة بينهم في ابسط صورة هنجيب النسبة بين 5000 والـ8000. يلا مع بعض نجيب النسبة ما بين 5000 والـ8000، هنقول ما دفعه الاول الى ما دفعه الثاني. عايزين نجيب النسبة ما بينهم كام الى كام. الاول دفع 5000 والتاني دفع 8000. ايه رأيك لو قسمنا؟ واحد يقول لي اسم على طير الاصفار. يعني ايه طير الاصفار دي؟ هنا 3 اصفار وهنا 3 اصفار، يبقى احنا يا حبايبي هنقسم على 1000. هنقسم دي على 1000، ال 5000 على ال 1000 هتديني 5، وال 8000 على ال 1000 هتديني 8، يبقى النسبة تطلع 5 الى 8. تمام، هسألك سؤال بقى عشان تعرف المجموع ده جه منين. ال 3900 اللي هو المكسب بتاع الشركة ديت، هل الأول هو اللي هياخدهم لوحده؟ لا. طب التاني؟ لا، ده المفروض ال 3900 جنيه هياخدها الاتنين، الاتنين الشركاء في هذه الشركة، يبقى ال 3900 بتاعت الاتنين. خلاص يبقى نزود خانة ونكتب فيها المجموع. طب المجموع عرفناه جه منين؟ خلاص. طب ايه ال 13 يا مستر إبراهيم؟ 5 زائد 8 13. تمام، طيب اسالك سؤال بقى لسه انت مجاوبه. ال 3900 ولا بتوع الاول ولا بتوع الثاني؟ لا ده بتاع المجموع. خلاص يبقى ال 3900 نحطهم تحت المجموع، والاول نصيبه من الربح س والثاني نصيبه من الربح ص. طب لو حبينا نجيب بقى نصيب الاول من الربح، حاصل ضرب الطرفين. بص كده، 5 في 3900 على 13 يطلع لك نصيب الاول من الربح. 5 في 3900 على 13 حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. يبقى اللي عايز يجيب نصيب الاول من الربح ما تنساش هيكتبها لك، حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. 5 في 3900 على 13 هيطلع لك نصيب الاول من الربح 1500 جنيه. تمام،
طيب اللي عايز يجيب نصيب التاني من الربح 8 في 3900 على 13، يبقى نصيب الثاني من الربح 8 في 3900 على 13 يطلع 2400 جنيه. الحقيقة يا مستر ده كل واحد خد غير التاني، طبعا لازم ياخدوا المكسب هيتوزع عليهم بالتقسيم التناسبي. عايز اتأكد ان اجابتي صح، عندك طريقتين للتأكد. واحد، هات النسبة بين نصيب الاول من الربح والتاني نصيب التاني من الربح. لو جينا نجيب النسبة من ال 1500 وال 2400 اقسم على ال 100 هتديلك 15 الى 24، اقسم على التلاتة هتطلع 5 الى 8، نفس النسبة اللي هي كانت عندك بالنصيب الاول الى التاني. طريقة تانية للتأكد من الإجابة إذا كانت صحيحة، اجمع المبلغين مع بعض 1500 و2400 هيطلعوا 3900 جنيه اللي هو الربح بتاع الشركة اللي هي كسبته. يبقى احنا شفنا دلوقتي ان الربح اتوزع بالتقسيم التناسبي على حسب زي ما بيقولوا كده نسبة رأس المال اللي هي 5 إلى 8. تعالوا مع بعض حبايبي نشوف سؤال تاني. اشترت بسملة موبايل بمبلغ 2400 جنيه. اشترت بسملة موبايل بمبلغ 2400 جنيه وكان عليه خصم 20%. احسب السعر قبل الخصم، يعني هي دفعت 2400 وكان عليه خصم 20%، عايزين السعر قبل ما الايه ما البائع يخصم لها ال 20%. عشان نعرف حاجة زي كده حبايبي لازم نقول له ان انا عندي التمن قبل الخصم والخصم والثمن بعد الخصم. طبعا الموضوع بيتغير لان التمن قبل الخصم غير التمن بعد الخصم، واللي غيره هو الخصم اللي محطوط في النص او التخفيض. اول حاجة بنكتب النسب، يعني ايه النسب؟ التمن قبل الخصم 100%، طب الخصم 20%، طيب بعد الخصم يبقى هننقص ال 20% من ال 100%، يبقى هنقول له 120، ولما تنقص ال 20 من ال 100 يطلع 80%. تمام، ده الثمن بعد الايه؟ الخصم، النسبة بعد الخصم. ال 2400 دي بسملة دفعتهم، يبقى ده بعد الايه؟ الخصم. يبقى ال 2400 هيبقى بعد الخصم، وقبل الخصم معرفش، والخصم برضو ما عرفوش. تمام كده المسألة جهزت بالنسبة لي. برافو عليك، زي المسألة بتاعت التقسيم التناسبي اللي احنا خدناها من شوية. طيب لما اجي ابدأ الاجابة هقول له ايه؟ ها، حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، يبقى س في 80% بتساوي 100% في 2400. يبقى اللي عايز يجيب س اللي هو الثمن قبل الخصم، يبقى هنقول له 100% في 2400 على 80%، الناتج هيطلع 3000 جنيه. يبقى هو كان عايز يبيع الجهاز بمبلغ 3000 جنيه، ده كان قبل الخصم. تعال نشوف سؤال تاني. سيارة تستهلك 20 لترا من البنزين كلما قطعت 210 كيلو متر، فكم تستهلك اذا قطعت مسافة 630 كيلو متر؟ المسألة بالنسبة لنا هنا هي مسألة تناسب. يعني ايه مسألة تناسب؟ في حاجتين هنا بنقارنهم ببعض، ايه هي؟ كمية البنزين المستهلكة والمسافة المقطوعة. يبقى انا عندي التناسب، كلما زاد المسافة كلما زادت كمية البنزين المستهلك. يبقى هنا يا حبايبي في تناسب ما بين حاجتين، ما بين كمية البنزين والمسافة المقطوعة، بدليل ان ال 20 لتر قطعوا 210، المسافه زادت يبقى اكيد اللترات هتزيد، ده اللي احنا عايزين نعرفه. يبقى العلاقه عندي هنا ما بين حاجتين، كميه الوقود والمسافه. 20 لتر الى 210، 210 بتاعت المسافه المقطوعه، فكم تستهلك؟ يبقى تحت الوقود س لقطع مسافه 630. تمام 630. طيب اعمل ايه بقى؟ حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. يبقى اللي عايز يجيب س هيقول لي 20 في 630 على 210 تطلع 60 لترا، يبقى كمية الوقود المستهلكة هتكون 60 لتر. تعالوا مع بعض نشوف سؤال تاني معايا. طبعا عملت لك المقصة، وحاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين.
إذا كان س إلى ص 1 إلى 3 وص إلى ع 2 إلى 5 أوجد س إلى ع. س إلى ص 1 إلى 3 وص إلى ع 2 إلى 5 أوجد س إلى ع. بص معايا كده، دي نسبة بين 3 أعداد زي ما بيقولوا، س إلى ص ورجع يقول ص إلى ع، يبقى الص هي المشتركة. هنحط ص في النص ونحط على الإيد اليمين س وعلى الإيد الشمال ع، يبقى س إلى ص إلى ع. ليه حطينا ص في النص؟ لان ص هي المكرره، هي المكرره، فنحطها فين؟ في النص. طيب النسبه الاولانيه س الى ص 1 الى 3، يبقى اقول له 1 الى 3 دي س الى ايه؟ س الى ص 1 الى 3 وعين ما عنديش. طب ص الى ع تحتها 2 وعين 5، يبقى 2 الى 5. تمام، افتكر معايا كده كنا بنجيب حاجه اسمها المضاعف المشترك الاصغر ما بين الثلاثه والاثنين غير الصفر طبعا. التلاتة والاتنين المضاعف المشترك ليهم 6، يبقى هنا تبقى 6، هنا تحت عند السهم كده 6. 6 على التلاتة فيها الاتنين، 2 في 1 ب2، يبقى هنا 2 إلى 6. طب 6 على الاتنين فيها التلاتة، 3 في 5 ب15، يبقى 2 إلى 6 إلى 15، دي النسبة ما بين التلات رموز. يبقى هنا هنقول له المضاعف المشترك 6 زي ما احنا قلنا. ركز معايا، آدي الستة بتاعتك، هي لازم اعرفك جت منين، اهي 6، 2 في 3 ب 6. 6 على 3 فيها ال 2، 2 في 1 ب 2. 6 على ال 2 فيها ال 3، 3 في 5 ب 15. طيب انا طالب منك ايه؟ ارجع لراس السؤال، بيقول لك س الى ع. يعني ايه س الى ع؟ الس معاها 2 والعين معاها 15، يبقى اقول له س الى ع 2 الى 15. طب لو قال لك ع الى س الى ص، يبقى عين 15 وسين 2 وصاد 6، يبقى 5 الى 2 6 على حسب ما هو يطلب منك. انا هنا قلت لك سين الى عين، يبقى حضرتك هتقول لي 2، السين نسبتها 2 والعين نسبتها 15، يبقى النسبه 2 الى 15، دي نسبه سين الى عين. تعالوا مع بعض نشوف سؤال تاني. متوازي مستطيلات ارتفاعه 15 سنتيمتر وقاعدته على شكل مستطيل محيطه 96 سنتي وطوله 40، اوجد حجمه. كلنا نعلم ان متوازي المستطيلات او مجسم هندسي الجميع اوجده على شكل مستطيلات، قاعدته على شكل مستطيل محيطه 96. المحيط بتاع المستطيل لو جيت تفتكره هو الطول زائد العرض في 2. طب انت عندك الطول 40 تقدر تجيب العرض. المشكله عندي في المساله هنا، انا عندي الارتفاع وعندي الطول، لو عرفت العرض اقدر اجيب الحجم بتاع المتوازي. عشان اجيب العرض ارجع لكلمه المحيط ديت واستخدمها بقى، اشتغل عليها. كلنا نعلم ان محيط المستطيل بيساوي، طبعا ده متوازي المستطيلات رسمته لك اهو، قاعدته على شكل مستطيل لطول وليه عرض وليه ارتفاع، طول وادي عرض وادي الارتفاع. تعالوا مع بعض نجيب محيط المستطيل او محيط القاعده، ده الارتفاع 15 والطول 40، فاضل بس الايه؟ إيه العرض بتاعه كام علشان ان احنا نقدر نحل المساله. مع بعض الطول او المحيط بالقاعده بيساوي 96 سنتي، المحيط بيساوي الطول زائد العرض في 2. لو عايز اجيب العرض تمام، خد نص المحيط واطرح منه الطول يطلع لك العرض. يعني هقول له نص المحيط، اذا الطول زائد العرض عباره عن 96 على ال 2 تطلع 48 سنتي. ده مين ده؟ ده الطول والعرض. يبقى الطول والعرض مجموعهم 48. انا قسمت المحيط على ال 2، 96 على ال 2 يبقى 48. ال 48 دي بتاعت مين؟ بتاعت الطول والعرض. طيب الطول واخد 40، يبقى العرض معاه كام؟ 48 شيل منها 40، يبقى العرض معاه 8. طيب ارجع للمساله، الارتفاع 15، الطول 40، والعرض 8، كده كل حاجة عندك جاهزة. أعمل إيه بقى حبايبي؟ أجيب حجم المتوازي بيساوي حاصل ضرب الأبعاد التلاتة. فين هما الأبعاد التلاتة؟ الـ 15 والـ 40 والـ 8، هي دي الأبعاد التلاتة. يبقى لما أجي أقول له حجم متوازي المستطيلات الطول في العرض في الارتفاع، يبقى هضرب الطول اللي هو الـ 40 في 8 في 15، هيطلع لي 4800 سنتيمتر مكعب. وكانت المسألة فعلا قد ايه مسألة جميلة وسهلة. لو تفتكر مع بعض خدنا جبنا العرض ازاي، قسمنا المحيط على الاثنين وبعد كده اشتغلنا على المسألة. تعالوا مع بعض نشوف سؤال تاني جميل، بيقول ركز معايا كده،
إذا كان س على 15 بتساوي 2 على 5، اوجد س زائد 3. س على 15 بتساوي 2 على 5. تمام. لو جيت تبص في مسألة دي تناسب، ده كده تناسب، عايز يجيب س. تمام. حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. اقدر اجيب لك س، اجيبها ازاي؟ اضرب 15 في 2 واللي يطلع اقسمه على 5. يبقى اللي عايز يجيب س، طب يا مستر ده عايز س زائد 3. يا جدع، ما يا حبايبي انا لما اطلع الس اقدر اضيف عليها 3. صح، برافو عليكم حبايبي، كده انتوا فهمتوا. يبقى هنقول له حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، يبقى الس دي هتساوي اللي قدام الس 5، ننزلها في المقام وفوقها نقول له 15 في 2 على 5، 15 في 2 ب 30، على 5 فيها 6، يبقى الس ب 6. تمام، انا كده ما خلصتش. ليه يا مس؟ ده هو عايز س زائد 3، يبقى 6 زائد 3. يبقى هنقول له 6 زائد 3 هتديني 9. ده مين؟ ده قيمة الس. يبقى الس بتساوي 6 زائد 3، حط الس ب 6 لان احنا جبناها 6، 6 و3 تديني 9. متنساش حاصل ضرب الطرفين بتساوي حاصل ضرب الوسطين. تعال نشوف سؤال تاني بيقول اذا كان حجم المكعب 27 سنتيمتر مكعب. مديك الحجم، ركز، جميلة. اوجد مساحة احد اوجه. كلنا عرفنا ان المكعب له 12 حرف، وال 12 حرف متساويين، وله 6 اوجه جمعها على شكل مربعات. طيب لما اجي اقول لك احسب مساحة احد اوجه، يبقى انا اقصد احسب مساحة المربع. طب هجيب مساحة المربع ازاي وانا ما عنديش طول ضلعه؟ يبقى لازم نطلع طول الضلع. طيب حجم المكعب بيساوي ايه؟ بيساوي الحرف في نفسه في نفسه، او طول الحرف في طول الحرف في طول الحرف. عليك بقى تدور بقى عدد اتضرب في نفسه 3 مرات اداني 27. اقول لك على حاجة احسن، حلل ال 27 الى العوامل الاولية. هتلاقي ال 27 على 3 فيها 9، على 3 فيها 3، على 3 فيها 1. يبقى ال 27 دي هي ناتج ضرب 3 في 3 في 3. يبقى اذا طول الحرف بتاعك هيساوي، طبعا لان الحجم 27، اذا الحرف الواحد هيبقى 3. خلاص كده؟ طيب كده الحرف 3. مستر ابراهيم، ايه يا مستر ابراهيم مساحة احد اوجهه؟ مساحة الوجه الواحد على شكل مربع اضرب طول الضلع في نفسه. يبقى حضرتك بتقول 3 في 3، طول الضلع في نفسه يديك 9 سنتيمتر مربع. ليه؟ لان الوجه على شكل مربع، يبقى مساحة احد الاوجه طول الضلع في نفسه. طب اضرب، يلا هضرب 3 في 3 هتديني 9، والوحدة المستخدمة سنتيمتر مربع، لان المساحة يا حبايبي بالسنتيمتر المربع. يبقى انا هنا لما كان عندي الحجم 27 قدرت اعرف ان طول الحرف 3، 3 في 3 في 3 ب 27، ومساحة احد الاوجه هتبقى طول الضلع في نفسه او طول الحرف في نفسه بس. يبقى لان الوجه على شكل مربع يبقى 3 في 3 ب 9، تديني 9 سنتيمتر مربع. يبقى احنا حبايبي شفنا حجم المكعب وشفنا مساحة وجهه. طيب تعالوا مع بعض نشوف سؤال كمان، يلا معانا على الشاشة. إذا كانت النسبة بين أطوال أضلاع مثلث 2 إلى 3 إلى 4 وكان محيطه 108، أكيد عايز احسب طول كل ضلع. احسب طول كل ضلع من أضلاع المثلث 2 إلى 3 إلى 4 وكان المحيط، طب ما تكتب النسب، طول الضلع الأول إلى طول الضلع الثاني إلى طول الضلع الثالث إلى المجموع. طب المجموع ده جه منين؟ اللي هو مديهولك بتاع المحيط، لأن المحيط ده بتاع التلات اضلاع. النسبة 2 الى 3 الى 4 وكان المجموع 9. طيب يلا معايا، يبقى نقول س الى ص الى ع الى 108. طب ال 108 دي بتاعت مين؟ ال 108 بتاعت المجموعة. يلا معايا كده اخر حاجة، طول الضلع الاول يبقى 2 في 108 على 9، 3 في 108 على 9، 4 في 108 على 9. يبقى الضلع الاولاني هيطلع 24 سنتيمتر، والضلع الثاني 36 سنتيمتر، والضلع الثالث 4 في 108 على 9 48 سنتيمتر. عايز تتاكد هات النسبه من 3 اضلاع، عايز تتاكد تاني اجمع الثلاث اضلاع هتلاقي المحيط فعلا 108. ابنائي وبناتي كم من الوقت الجميل بيمر بسرعه،
سعدت بيكم، يا رب أكون أسعدتكم، دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.